في زيارة وصفت بالتضامنية. قام أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بزيارة لمخيم الوحدات في العاصمة الأردنية عمان، وذلك في مستهل زيارته إلى الأردن، حيث أكد غوتيريش على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووجوب الحفاظ على دعم وكالة الأونروا لما تقدمه من خدمات ضرورية وأساسية للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا. هنالك وعي متنام في أنحاء العالم أن كل هذه الاعتداءات يجب أن تتوقف، القتال يجب أن توقف الآن، الرهائن يجب أن يفرج عنهم الآن، ويجب أن لا ننظر ألا نخفق في النظر إلى النظرة الكلية. الحل الدائم يجب أن يأتي بحل الدولتين، وإسرائيل يجب أن ترى المشروعية لهذا الأمن بأن يتحقق، والفلسطينيون يجب أن يروا طموحاتهم المشروعة لدولة مستقلة قابلة الحياة وذات سيادة بالتماشي مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة. غوتيريش التقى كذلك بوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث أكد الجانبان على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الجهود الأردنية والدولية الرامية إلى إدخال المساعدات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس الشرعيات الدولية. تجاوزنا الوقت الذي يجب أن تواجه فيه إسرائيل تبعات ما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية التي يقودها متطرفون عنصريون لا يمكن أن يسمح لهم بالاستمرار في قتل الأبرياء وبإغراق المنطقة كلها في خطر توسع الحرب واستمرار الصراع. بدلا من إرسال السلاح إلى إسرائيل، يجب إرسال الوفود التي تفرض عليها وقف الحرب، يجب إرسال المساعدات، يجب أن تواجه إسرائيل الحكومة الإسرائيلية الحالية عقوبات على ما تقوم به من خرق للقانون الدولي. زيارة في ملامحها قرب واضح من تحسس المعاناة الفلسطينية التاريخية وليست الناشئة منذ بضعة أشهر، حيث أكد غوتيريش على أهمية إعطاء الأمل للاجئين الفلسطينيين بمستقبل مستقر يعمه السلام. أحمد بدران، تلفزيون فلسطين، عمان.